معايا على الهواء دلوقتي الدكتور هاني الدالي، الباحث في الشأن الفلسطيني. مساء الخير دكتور هاني. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. دكتور هاني، يعني مسألة القوى الأمنية المشبوهة دي مسألة أنا مش قادر أفهمها، وأنا راجل صحفي، ودي يعني في إيه؟ ليه اختارت حماس أن تكتب الخبر بهذا الغموض؟ وإيه طبيعة القوة دي؟ إيه تسليحها؟ إيه تكوينها؟ هل هم فلسطينيين يعني ولا من دولة تانية؟ لأنه أنا زي ما قلت كده، وأكيد حضرتك سمعتني، أنا شفت برضو خبر استشهاد 2 من ضباط جهاز المخابرات الفلسطيني أثناء ما سمته السلطة الفلسطينية عملية حماية دخول المساعدات في غزة. احكي لنا إيه الموضوع بقى؟ طبعا موضوع القوة الأمنية بالعكس لا يوجد غموض في الحديث بهذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك من قبل الجبهة الداخلية. كان واضح جدا البيانات التي صدرت وحديث، يعني سواء كان الجبهة الداخلية ببيان رسمي أو مصدر قيادي في وزارة الداخلية الفلسطينية. موضوع القوة الأمنية هو جاء نتيجة، وأنا سأتحدث عن تفاصيله، ولكن سأتحدث عن الأسباب التي يعني جاءت بهذه القوة إلى قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 6 أشهر بالحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني استخدم كل الأدوات الممكنة لتطويع شعبنا ولفرض مخططات ضد شعبنا الفلسطيني. صحيح. على رأس هذه الأهداف كان واضح موضوع القضاء على المقاومة الفلسطينية، ولم يستطع انتزاع ورقة الأسرى، لم يستطع محاولة التهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني، واستخدم قوة غاشمة نازية قاتلة، حرب دموية، أيضا فشل ذريع، وخاصة في غزة وشمال غزة. نحن نتحدث عن وجود أكثر من 650 ألف من أهلنا وشعبنا في غزة وشمال غزة. في الفترة الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي كان واضح أنه هناك إدراك بالفشل العسكري في تحقيق الأهداف، فصار هناك تحول بموضوع استخدام سلاح الجوع لتحقيق أكثر من هدف. الهدف الأول الاستمرار بموضوع الهجرة القسرية والضغط على شعبنا الفلسطيني بأنه غزة وشمال غزة غير قابلة للحياة، وأيضا استخدم إلى جانب سلاح التجويع موضوع تدمير المنظومة الصحية وكل مقومات الحياة، وآخرها الصرح الكبير الطبي الكبير مستشفى الشفاء الذي تم إنشاؤه قبل وجود الكيان الصهيوني في قطاع غزة. وهذا طبعا المستشفى شاهد على وجود الفلسطيني بهذه الأرض، وهو شاهد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يريد إخفاء أي هوية فلسطينية قبل الكيان، أي وجود فلسطيني قبل الكيان. تمام. لذلك الاحتلال الإسرائيلي استخدم جانب الضغط على شعبنا الفلسطيني، سلاح التجويع، المنظومة الصحية، تدمير البيوت، المنازل، القتل، الإعدام. تمام. حتى قتل شعبنا بموضوع دوار النابلس ودوار الكويت. الآن في موضوع التجويع استخدم أكثر من سلاح، منع المواد الغذائية بشكل كبير جدا، قصف كل المحاولات، تدمير وإجهاض كل المحاولات التي قامت بها سواء كان المقاومة الفلسطينية أو وزارة الداخلية أو قوات الشرطة الفلسطينية لتأمين المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني. وبالرغم الاستهداف المباشر نجحت القوات الشرطية في تأمين المساعدات، وخاصة يعني قبل دخول مستشفى الشفاء. معلش يا أستاذي دكتور، بس باختصار يعني مسألة تأمين المساعدات، المواطن أو المواطن العربي فاهم أن المساعدات بتدخل من معبر رفح، تصل للجانب بتتفتش من الجانب الإسرائيلي، بياخدوها على المعبر الآخر يفتشوها، ثم بعد ذلك بتأتي من المعبر الآخر تخش على غزة. عملية التأمين هنا بتحصل في أنهي مرحلة بالضبط؟ وإيه شكل التأمين ده؟ نعم، ممتاز، هذا سؤال مهم. موضوع التأمين في أكثر من مرحلة، مرحلة دخوله من معبر رفح، تأمين هذه مرور الشاحنات إلى أماكن الأونروا، لأنه كل محافظة في أماكن الأونروا. تمام. يتم الاستلام والتسليم من هذه الأماكن عند دخولها للجانب الفلسطيني. تمام. الآن في منطقة يتم دخولها من الوسطى إلى يعني جانب غزة وشمال قطاع غزة، أيضا بعد اجتيازها للحواجز الاحتلال الإسرائيلي
مباشرة، لأنه مباشرة بكون هناك مثلا يعني محاولات للهجوم، ويعني كان هناك أكثر من محاولة سواء كان بسبب التجويع، بسبب وجود بعض العائلات تجاوزت هذا الجانب. لأن من السكان يعني مجاعة. يعني يعني التأمين من السكان المحليين، يعني هو شوف التأمين بشكل أساسي طبعا من عمليات الهجوم المباشر بدون تنظيم على المساعدات. تمام. لذلك لأنه كان شوف الوضع في قطاع غزة وضع صعب وقاسي جدا، لأنه الكل يريد مواد غذائية، الكل يريد طحين، فبالنسبة تبقى عارفة أنه في سيارة بتيجي بتهجم عليه، تهجم عليها لأنه الوضع كارثي بمعنى الكلمة. لذلك يتم بالحد الأدنى تأمين هذه المساعدات وتأمين التوزيع حتى يصل أكبر عدد ممكن. وبالمناسبة بعد عمليات التأمين شعبنا الفلسطيني تعاون مع القوات الشرطية وخاصة اللجان الشعبية، لأنه وجد أنه هناك إنجاز بهذا الجانب، يتم التوزيع بالتساوي على الجميع، الجميع يصلوا ما يتم وصوله. هذا الأمر طبعا لم يعجب الاحتلال الإسرائيلي، وبالمناسبة هذا الأمر تم بتوافق وطني فلسطيني كامل. هنا أنا أتحدث عن لجان شعبية دعمت الشرطة، هناك عائلات دعمت الشرطة لكل شيء، وهذا الأمر نجح بشكل كبير جدا. والذي كان يدير هذا الجانب في غزة وشمال قطاع غزة اللواء الشهيد فائق المبحوح، والذي كان مسؤول عن عمليات الشرطة الفلسطينية والتواصل مع الشرطة في الميدان واللجان الشعبية. وهذا الأمر أيضا كان بتنسيق مباشر وتواصل مباشر مع الأمم المتحدة، وكان يتم تسليم الشاحنات إلى مخازن الأونروا ليتم توزيعها على الناس، ويتم أيضا تأمين عمليات التوزيع، وكان هناك ارتياح من شعبنا الفلسطيني. هذا الأمر لم يرق للاحتلال الإسرائيلي، فقام باستهداف القوات الشرطية، اللجان الشعبية، وقصف الشاحنات بشكل مباشر، لأنه لا يريد هذه الحالة الوطنية وهذا النجاح في تنظيم المساعدة. هنا الاحتلال الإسرائيلي كل محاولات التي نجحت تأمين المساعدات قام بإجهاضها وقتلها وتدميرها، سواء كان بموضوع الشاحنات أو القوات الشرطية أو اللجان الشعبية. الاحتلال الإسرائيلي في المقابل حاول أن يستخدم أدوات أو تواصل من طرف الاحتلال الإسرائيلي مع العائلات لتنظيم هذا الجانب من طرف الاحتلال الإسرائيلي، أن يكون هناك بديل عن الشرطة الفلسطينية، أن يكون بديل عن المقاومة الفلسطينية، أن يكون بدل عن اللجان الشعبية الوطنية التي تم تأسيسها، وأن يكون التواصل مباشرة مع الاحتلال. الاحتلال تواصل مع العائلات، قابلت العائلات هذا بالرفض الكامل وعدم التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت له الجهة الوحيدة هي المقاومة وقوات الشرطة والحكومة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لم ييأس، تواصل مع اللجان العشائرية، مع رؤساء العشائر، وأيضا هذا فشل أمام صمود شعبنا الفلسطيني وصلابة الجبهة. طيب. يعني أفهم من كده يا دكتور هاني أنه الاحتلال الإسرائيلي بيحاول يفكك السلطة السياسية التنفيذية لحماس على الأرض. ممتاز. في آخر مشهد ليها اللي هو مشهد توزيع الغذاء. أحسنت، السلطة السياسية والتماسك الوطني الجمعي الفلسطيني كله، سواء كان بالحاضنة الشعبية أو موضوع العشائر. لذلك قام ليس باستهداف السلطة، طيب، قام باستهداف كل شخصية كان لها دور في إنجاح هذا الدور، حتى من موضوع العشائر. وضحت الفكرة دي، وضحت الفكرة دي. دلوقتي بقى القوة اللي انتوا سميتوها قوة مشبوهة، أليست هذه قوة فلسطينية؟ في ضباط مخابرات فلسطينيين معاهم. هذا سؤال مهم. الآن الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه بعمليات الاستهداف لبعض الشخصيات أنه قضى على سواء على الشرطة الفلسطينية أو على اللجان الشعبية أو حتى على موضوع العشائر، ولا يوجد قوة حقيقية في الميدان. فالاحتلال الإسرائيلي اعتقد، وكذلك اعتقدت السلطة الفلسطينية وبعض الدول العربية، أنه لهنا يوجد فلتان في الشارع ولا يوجد حد تأمين المساعدات. فهنا الاحتلال الإسرائيلي اعتقد أنه بإمكانه أن يدخل قوة، هذه القوة التي تحدث عنها وزير الدفاع جالين، وهنا لابد من التوضيح نقطة حتى نوضح موضوع القوة. نتنياهو تحدث بشكل واضح من بداية هذه الحرب، قال لا يوجد فتحستان ولا يوجد حمادستان، وهنا كثير من الأمور القطعية تحدث عنها نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان كلها أصبحت يعني هراء يعني ما تحققت. ماشي. هنا طبعا بعد المأزق الكبير في قطاع غزة، وبعد الاحتلال الإسرائيلي أدرك أن هناك استنزاف حقيقي من المقاومة الفلسطينية، ولا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية، أعداد القتلى تتزايد يوما بعد يوم، وكذلك أعداد الانهيار الجبهة الداخلية. يعني تكلمنا عن القوة وطبيعتها. نعم. الآن الاحتلال بعد هذا المأزق يريد قوة فلسطينية، يريد إدارة فلسطينية حتى يهرب من مأزق قطاع غزة ومأزق الاستنزاف.
فهنا جاءت فكرة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت التي طرحها على نتنياهو ومجلس الحرب، وهي أن يكون هناك قوة فلسطينية تدير الوضع وتجهز لما بعد الحرب على قطاع غزة، أن تكون بديلة عن الحكومة الفلسطينية والشرطة في قطاع غزة. تمام. هذا الأمر تم الموافقة من نتنياهو عنه، رغم أنه نتنياهو حط وضع خطوط حمراء في هذا الجو، وتم الاتفاق مع حسب الاحتلال الإسرائيلي طبعا، تم الاتفاق مع ماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية، وتم الاجتماع في دولة عربية مع الشباك الإسرائيلي وماجد فرج رئيس المخابرات الفلسطينية للبدء بعمل هذه القوة داخل قطاع غزة، وتم التواصل مع أفراد من جهاز المخابرات الفلسطينية في قطاع غزة والذين استنكفوا وتركوا العمل بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة من 2006، بمعنى من 2006 حتى هذه اللحظة، من 2007 حتى هذه اللحظة طبعا لم يشاركوا بأي عمل وطني فلسطيني أو عمل شرطي أو مخابرات، لأنه كانوا مستنكفين، لا يوجد تدريب، لا يوجد تأهيل، لا يوجد خبرة في هذا الجانب. الآن هذا الجانب بالمناسبة، أنا هذا الجانب تم الاجتماع قبل أيام من قبل الفصائل الفلسطينية، لأنه كان هناك حديث على الإعلام حول هذا الجانب، فتم اجتماع من الفصائل وتداعوا وتشاركوا بهذا الاجتماع، وتم طرح هذا الموضوع، هل يتم قبول أي قوة سواء كانت سلطة فلسطينية تأتي عن ظهر دبابة أو دول عربية أو أي سلطة متجددة لتنفذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي بالجانب السياسي وتكون أداة من أدوات الاحتلال الإسرائيلي وتسهل على الاحتلال تنفيذ مخططاته في قطاع غزة وتكون أداته كما السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية؟ طبعا كان هناك رفض، وبالمناسبة الذي شارك بهذا الاجتماع كل الفصائل الفلسطينية بما فيهم حركة فتح، وممثل حركة فتح قال بالحرف الواحد: نحن كحركة فتح لا نقبل أن تأتي أي قوة فلسطينية على ظاهر دبابة لإدارة الشأن في قطاع غزة. وهناك أضاف، لأنه كان حديث عن وجود أجهزة أمنية، وقال القوة دي يا دكتور، القوة دي حضرتك شرحت المشهد السياسي بوضوح، نعم، ممكن تجاوبني القوة دي حجمها عامل ازاي؟ تسليحها عامل ازاي؟ داخلين عاملين ازاي؟ يعني داخلين بشكل هجومي ولا داخلين، يعني كل حاجة في العسكرية دي ليها طريقة في الإدارة، وانت راجل اكيد يعني متفاهم ان انا بحكي فيه. نعم. يعني لما تقول قوة معادية، عشان بس اوضح للجمهور، لما تقول قوة معادية او قوة مشبوهة معناها انهم داخلين على الاقل عارفين بيتعاملوا مع مين، جاهزين ب عمل مسلح، جاهزين بواقي رصاص، جاهزين 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 جاهزين. هل الناس دي كانت داخله كده؟ حجمهم كان عامل ازاي؟ طبيعتهم، هم اشخاص اعلنوا عن انفسهم ولا ما اعلنوش؟ يعني اشرح لنا بقى التفاصيل دي. ممتاز. يعني الجانب السياسي وعدم القبول السياسي لفكره وجود قوه غير قوه حماس، خلاص انا فهمتها ويمكن الجمهور فهمها. قول لنا بقى القوة بقى دي مين؟ ممتاز، هذا سؤال مهم. تالت مرة تقول لي ده سؤال مهم بس ما تجاوبنيش. ما انا بجاوبك. طيب. كان هناك ايضا بالمناسبة استطلاع رأي في مركز فتحي الشقاق في الضفة الغربية حول يعني مدى قبول الشعب الفلسطيني لوجود قوة او شرطة او إدارة. احكي لنا عن القوة بقى المشبوهة يا دكتور. طبعا كان هناك رفض بشكل كامل باستطلاعات الرأي رسمية وحقيقية. الآن موضوع القوة. هذه القوة طبعا تم وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت أنها تسللت في الليل، بمعنى أنها دخلت من خلال شاحنات الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح إلى قطاع غزة مع الشاحنات الهلال الأحمر، وأيضا لتأمين الدخول المساعدات إلى غزة وشمال قطاع غزة. الأجهزة الأمنية، بمعنى أنها لم تدخل بالوجه الحقيقي وبالتنسيق وبالتعاون ولا بأي شيء. وأضيف لك من خلال الاعترافات التي تمت مع هذه القوة، وهذا ما أعلنته أيضا مصادر في وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الشباك الإسرائيلي، لأنه كان هناك اتفاق وتنسيق قلنا في دولة عربية، الشباك الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي هما الذين نسقا دخول هذه القوة لتأمين المساعدة. هذا الأمر كان متابع من اللحظة الأولى من الأجهزة الأمنية والشرطية في قطاع غزة. وهنا النقطة المهمة، الاحتلال كان يعتقد بأنه قضى عليها، هناك جهات فلسطينية كانت تعتقد أنه تم إضعافها، هناك جهات عربية كانت تعتقد أنه تم إضعاف القوات الشرطية، لذلك الأمر انعكس سلبي عليهم وتم فضحهم على وسائل الإعلام، وتم نفي هذا الأمر من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عبر مصدر قيادي في المخابرات الفلسطينية بعد الفضيحة الكبيرة التي حدثت. لذلك قامت القوات الشرطية باعتقال من 6 إلى 8 أفراد في قطاع غزة. 8 أفراد، القوة هي 8 أفراد.
نعم في غزة، وتم في رفح، وجزء آخر تم أيضا اعتقاله في غزة وشمال قطاع غزة. والأهم من ذلك أنه أيضا تم اعتقال قيادة هذه القوة الأمنية والتحقيق معها، وتم الحديث عن موضوع الأفراد وهم بالمئات، وأن هناك تدريبات، وتم تواصل من المخابرات الفلسطينية، وكان هناك تنسيق مع جيش الاحتلال والمخابرات الإسرائيلية. وبالمناسبة حتى أقول لك، بعد انتشار هذا الخبر طبعا شعبنا الفلسطيني، وهناك أيضا كان بعض الناس وصلهم معلومات مغلوطة من هذه القوات الأمنية، بمعنى تم توضيح لهم هناك اتفاق مع الحكومة، هناك اتفاق وطني، لما اكتشفوا أنه هذا الأمر طيب هذا الأمر يعني معلش دكتور، في معلومة حضرتك ذكرتها هنا أنا محتاج بس استفسر عنها. حضرتك بتقول أنه في مئات عملوا تدريب أو في حالة تدريب وتجهيز تابعين قيادة، حضرتك زي ما أشرت قيادة القوة دي اتمسكت، اتحقق معاه من خلال السلطة في حماس، القيادة دي فلسطينية، أنا فاهم كده صح؟ القيادة، قيادة الأجهزة، قيادة هذه الأجهزة، قيادة طبعاً القوة المكونة من 8 هي قيادة فلسطينية، قيادة أمنية تتبع للمخابرات الفلسطينية في موجودة في قطاع غزة، والتواصل مع مركزية جهاز المخابرات في الضفة الغربية. فهمت كده، يعني هو شخص كان موجود في القطاع من قبل. للدقة أيوة، يعني هي يعني أكون دقيق أكثر، هي تتجاوز المئة وليس مئات للدقة يعني. هنا يمكن يتم الرجوع إلى بيان وزارة الداخلية. أنا عدد يعني تقريبا النسبة أو العدد في 8 كانوا داخلين، 8 مخولين من جهاز المخابرات الفلسطينية بالدخول للتعامل مع مجموعة اوريدي موجودة في القطاع، سواء على مستوى القيادة أو على مستوى التدريب، عشان نعم تشكل صحيح نواة شرطية أو أمنية فلسطينية نعم تابعة نعم للسلطة. صحيح. طيب أنا كده فهمت المشهد صح؟ نعم. طيب هل يأتي هنا السؤال بقى، هل لما يبقى في اتنين من القوى دول في ضباط جهاز الأمن المخابرات الفلسطينية ويتم قتلهم، هل مش ده تحارب فلسطيني فلسطيني، ولا بقى انا فاهم الحكايه نعم كده غلط؟ ممتاز ممتاز، هذا سؤال مهم جدا. بالمناسبه احنا دخلنا بتفاصيل هذه، ليس من عملنا وهذا ليس من شاننا واختصاصنا، هذا طبعا اختصاص الاجهزه الامنيه في قطاع غزه، ولكن طالما دخلت بهذا السؤال ايوه، موضوع القتل وهو سؤال مهم جدا. انا بتقديري القتل لم يكن من الاجهزه الامنيه والشرطيه في قطاع غزه، هذا القتل انا بتقديري جاء من الاحتلال الاسرائيلي. لماذا؟ وهنا سؤال مهم ونقطة مهمة جدا، وهي أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أيضا، لأنه هذا كان بالمناسبة في العراق الفتنة الداخلية والحرب الداخلية بعد أيضا إدخال قوة من الأمريكان للعراق، قتل الجيش الأمريكي تقريبا. يعني حضرتك عايز تقول أن اثنين ضباط المخابرات الذين تم تصفيتهم دول لم يتم هذا بسلاح فلسطيني حمساوي، وإنما تم من خلال الاحتلال الإسرائيلي. نعم، هذا السلوك واضح أنه هذا أنا أتوقع أن يكون من الاحتلال الإسرائيلي. أيوة. حتى الاحتلال يقول أنه تم استهداف من القوات الشرطية، ويكون هناك فتنة داخلية وبلبلة، بمعنى الاحتلال. ممتاز. ممتاز. أن يقول أفهم من كده يا دكتور، أفهم من كده دكتور أن لو جاءت قوة أخرى تتواصل مع السلطة الفلسطينية في غزة هتحموها من الاحتلال الإسرائيلي ونيرانه، ولا هتقتلوهم؟ ما فهمت السؤال. يعني انت تريد ان تقول المجموعه الاولى دي تم التعامل معها، في مجموعه انت حضرتك قلت انه اتقبض عليهم، في مجموعه تم الفلسطينيين او السلطه الفلسطينيه بتقول انها تم تصفيتهم. لما سالت حضرتك قلت التصفيه مش من عندنا، التصفيه حصلت من خلال الاحتلال الاسرائيلي. انت بتقول مش من عندنا، يعني انا ناطق باسم حد مثلا؟ لا اسف يعني التصفيه مش من الشرطه الفلسطينيه اللي موجوده في غزه، وانما التصفيه جاءت من خلال الاحتلال لزرع فتنة أو خلق حالة من حالات الفتنة. نعم. هل هناك، ولما سألتك على السؤال بتاع السلطة هل ده معناه أنه ده تحارب فلسطيني فلسطيني، فأنت قلت لي بالضبط، ودي المشكلة وده الهدف من تحقيق هذا الموضوع. نعم. السؤال التالي، وللأسف الشديد وقتنا بيروح بسرعة، هل هناك استعداد عند السلطة في غزة أن تتعاون مع السلطة في رام الله لإدخال المساعدات بحماية
وتعاون ما بين السلطتين، يعني الشرطة دي مع الشرطة دي أو رجال الأمن هنا مع رجال الأمن هنا، مما يخفف المشهد ويضعف من سلاح التجويع الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في غزة، ولا الحكاية دي محتاجة اتفاق سياسي واسع؟ ممتاز، هذا سؤال مهم جدا. الآن أخي الكريم، لعلي هنا أنا أستحضر بعض المواقف بهذا الجانب، وهو السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية من بداية العدوان على شعبنا الفلسطيني حتى هذه اللحظة ماذا قدمت لشعبنا الفلسطيني؟ ولا شيء. حتى أنا أضيف لك أكثر من ذلك، السلطة الفلسطينية أغلقت كل أبواب التواصل مع قيادة المقاومة الفلسطينية وهي بانتظار أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على المقاومة الفلسطينية لتأتي على ظهر دبابة وعلى دماء وأشلاء شعبنا الفلسطيني، وشعبنا يعلم هذا الكلام. هذا جانب. جانب آخر، السلطة الفلسطينية ماذا قدمت في هذه الحرب لشعبنا في الضفة الغربية الذي تنتهك أعراضه من قطعان المستوطنين ومن جيش الاحتلال الإسرائيلي ويتم قتله ويتم اعتقاله؟ نعم. إذن دكتور هاني، فضل بس هو عشان الوقت، بس الدور الحقيقي في السلطة الفلسطينية في حماية شعبنا الفلسطيني من الانتهاكات ومن القتل ومن التشريد ومن التدمير، لدرجة أنهم وصلوا لرام الله معقل السلطة الفلسطينية. بل السلطة ماذا تقول؟ لا تؤمن شعبنا الفلسطيني ولا تسند شعبنا الفلسطيني. السلطة في الضفة تقوم باعتقال المقاومين، وآخرهم قائد محاولة اعتقال قائد كتيبة طول كرم، وتمنع المقاومة وتجد أي محاولة للثورة ضد الاحتلال الإسرائيلي. نعم. أنا إذا بدي أتحدث عن دور السلطة، السلطة الأولى لها أولا أن يكون لها دور حقيقي بإسناد شعبنا الفلسطيني سواء في غزة أو بالضفة الغربية. هذا دور خدماتي لم يتم، دور سياسي لم يتم، دور دبلوماسي لم يتم، حتى موضوع محكمة العدل الدولية لم تتحرك، لم تحرك أي شيء. السلطة الفلسطينية جنوب أفريقيا تحرك. أفهم من كده دكتور هاني، عزيزي الدكتور هاني، أفهم من كده أنه ليس هناك مستقبل قريب على الأقل في رأيك الشخصي لتفاهمات فلسطينية فلسطينية، والأمر قد يصل إلى أنه ممكن رجال أمنيين فلسطينيين داخلين يأمنوا المساعدات، يعني إيه بسبب هذا الاختلاف، ويبقى في نوع من أنواع من الدم الفلسطيني الفلسطيني المهدر في هذه اللحظة؟ لا لا لا، أنت لا تأخذني إلى هذه الزاوية. لماذا؟ طب تحب نختم بها دكتور هاني؟ أنا أقول لك شغلة. تفضل. واضح أنه شعبنا الفلسطيني، أنت تابع سواء كان بغزة أو الضفة الغربية، اللوحة الوطنية الثورية المقاومة تقام الاحتلال الإسرائيلي. هناك إجماع وطني من كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هناك إجماع وطني في المشهد الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. هناك بيانات مشتركة حول هذا الجانب. هناك إجماع وطني في مسار المفاوضات التي تخوض المقاومة الفلسطينية على رأس حركة حماس. لذلك المشهد واضح، هذا الإجماع، وليس فقط من الجانب الفصائل، وأيضا إجماع في الميدان. كتاب شهداء الأقصى أخي الكريم موجودة في طول كرم وموجودة في جنين وموجودة وبيتم استهدافها في الضفة الغربية. نعم صحيح. تخوض في قطاع غزة معارك ضد الاحتلال الإسرائيلي وتطلب من السلطة الفلسطينية كف أيديها عن الانتقالات في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن وحدة ميدانية لم تنعكس حتى هذه اللحظة من في الشكل السياسي وقادة السلطة الفلسطينية بالشكل السياسي الحقيقي. السلطة الفلسطينية التي تمثل، التي ألا من الأصل ومن المفروض أن تمثل شعبنا الفلسطيني. طب يعني دكتور هاني في 30 ثانية، حتى مع وجود حكومة فلسطينية جديدة اليوم، النهاردة الحكومة الفلسطينية الجديدة، الحكومة الفلسطينية لم تأتي بتوافق وطني فلسطيني، وجاءت بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير لليوم التالي للحرب على قطاع غزة. وأنا أقول لك كل هذه المخططات ستفشل أمام صمود شعبنا الفلسطيني وأمام صمود المقاومة الفلسطينية. وموضوع حديثك شكراً جداً دكتور. حول القوة الأمنية، لو سمحت لي بهذه النقطة، حول القوة الأمنية، أنت لا تقبل ولا أي وطني ولا أي فلسطيني يأتي أن تأتي قوة أمنية أو من أي من جهة كانت خارج الإجماع الوطني. وبالمناسبة أنا أقول لك كثير من أفراد هذه القوة بعدما علموا أن الأمر ليس فيه توافق وطني ولا إجماع وطني ولا عبر الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، رفضوا الانصياع لأوامر المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية. شكرا جزيلا دكتور هاني الدالي، بشكرك جدا، وسيكون لدينا لقاء آخر في ليلة رمضانية أخرى نستمر فيها في هذا النقاش الثري جدا. بشكرك جدا جدا على هذه المناقشة الساخنة والتي تعبر عن حمية القضية الفلسطينية وتنوعها واختلافها، ويبدو أيضا استحالة وجود حل فلسطيني فلسطيني.
تصبح على خير.